ندعوكم للانضمام إلى قناة إلهام شانيل عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر، وإذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وأيضا شير إذا أردتم إفادة غيركم، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي دائما الهام شانيل. جسبا ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الامور ديالكم مزيانه وفي التمام عند جميع السيدات وعند جميع الحبيبات الوفيات على القناه ديالي دائما الهام شانيل. الفيديو ديال اليوم غادي تكون وصفه مختصه بالوجه تحديدا للتخلص من البقع الداكنه والمناطق الداكنه ايضا وتبييض الوجه والرقبه في نفس الوقت. كنتمنى تعجبكم، نتمنى تستافدوا منها قدر المستطاع ان شاء الله. غير هو ما تنساوش الا عجبتكم تعملوا لها شير ولا بارطاج، ولا تشاركوها مع صديقات والزملاء ديالكم في الجروب واتساب وفي في الجروب فيسبوك، باش تعمل فائده ان شاء الله لجميع السيدات المهتمين بالامر. وكما قلت لكم هي بلاصه ديال المكونات بسيطه ورخيصه، المكونات ديالها متوفرين في اي بيت وفي اي منزل. ما تنساوناش بدعواتكم، تعليقاتكم، اقتراحاتكم، مستفساراتكم في لي كومونتير ولا في خانه التعليقات. وثاني اهم شيء اللي هو النتيجه او النتائج ديالكم، يعني حتى هي ما تنساوناش بها بعد ما تجربوا الوصفه بعد مرور واحد الاسبوع او اسبوعين، يعني نعطيوها وقيت من وراها تجيو خليو لينا كيفاش جاتكم الوصفه، واش عجبتكم ولا لا، مع النوعيه ديال البشره ديال الوجه ديالكم، واش بشره حساسه دهنيه او بشره عاديه. وهذا الشيء اللي كاين بالنسبه لهذه الوصفه، فيها غير ثلاثه ديال المكونات كما سبق لي وذكرت، بسيطه وسهله. نمشيو الان باش نتعرفوا على مكونات الوصفه ثم طريقه التحضير ثم طريقه الاستعمال. الى عندكم دي ريسيت هكذا بغيتوا تبارطاجيوهم معنا، فاكيد على راسي وعينيه خليو لينا غير الوصفه طريقه التحضير وطريقه الاستعمال ديالها في لي كومونتير، انا بدوري نجربها. الا كانت مفيده مجربه ومضمونه 100% نجي نقدمها لكم على القناه. بالنسبه لمكونات هذه الوصفه غادي نبداو باول المكون اللي هو عبارة عن بودرة الكركم أو الخرقوم البلدي. بالنسبة للكركم فهو مبيض رائع جدا 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 لتبييض البشرة، كيخلي فيها لمعان إشراقة حيوية، كيصفي البشرة، كيستعملوه الهنديات تبارك الله ما شاء الله كما كنعرفوا على الجمال ديالهم طبيعي 100%. فهو مبيض رائع جدا، ممكن تعوضه باي بودره واحده اخرى مثلا الا ما بغيتوش تعملوا الكركم، ولكن الكركم كيبقى من اروع البودرات كما قلت لكم في تبييض البشره وتبييض الجسم بصفه عامه. الكونتيتي اللي خديت تقريبا 3 ديال المعالق صغار ديال الكركم. الكركم نوعان، كاين الكركم الطبخ وكركم الجمال. كركم الجمال ما كيخليش واحد الصباغه في الوجه او في الجسم بصفه عامه. بالنسبه للكركم الطبخ فكيخلي شويه ديال الصباغه، ولكن هذا لا يعني انه الكركم ديال الطبخ مازوينش اولا ما مفيدش، بالعكس هو اللي كنستعمل انا شخصيا في الوصفات ديالي ديال الجمال. والا عندكم اكيد الكركم ديال الجمال او بغيتو تاخدوه فغتلقاوه عند العشاب ولا عند العطار، لانه بزاف السيدات كتسالوا فين ممكن نلقاو الكركم اللي كيكون مختص للوصفات الطبيعيه، فغادي تلقاوه عند العشاب ولا عند العطار. الثمن ديالو كيكون زايد غير شي شويه مقارنه مع الكركم ديال الطبخ، ولكن ان ما كانش متوفر عندكم فاستعملوا غير كركم الاكل، حتى هو كيوفي بالغرض وهو اللي كنستعملوه في الاكلات المرقه المغربيه والشهيوات وبزاف ديال الامور اخرى. بالنسبه لثاني مكون اللي هو عباره عن زيت جوز الهند ولا زيت الكوكو، حتى هو من بين الزيوت الرائعه في التبييض ومن بين الزيوت الرائعه اللي كيخلي لنا الرائحه الزوينه في الجسم ديالنا، في الوجه ديالنا، في الرقبه ديالنا. ف يعني الكونتيتي اللي خديت ديال زيت جوز الهند او زيت الكوكو خديت تقريبا مقدار 3 ديال المعالق صغار ديال هذا الزيت هذا، غير هو خاصو يذوب قبل ما تستعملوه. دونك غادي تجيبوا زيت جوز الهند غادي يكون قاصح وغادي تذوبوه في حمام مريم المده ديال 10 دقائق ولا 15 دقيقه بعد ما يذوب، عملوه في الوصفه ديريكتومون باش ما يعاودش يقصح لكم من اول وجديد. بالنسبه لزيت جوز الهند غادي تذوبوه في حمام مريم، وحمام مريم كنقصد به انكم تعملوا كاسرول فيها الماء وتوضعوا كاسرول حدا اخرى فوق منها، والكاسرول الثانيه هي اللي تعملوا فيها زيت جوز الهند اللي كيكون هكذاك جامد، ومورها غادي يذوب لكم بعد ما تعملوا الكاسرول الاولى فوق النار مهيله وهادئه باش ما تحرقش لكم الكاسرول ديالكم وتعطي واحد الرائحه اللي هي غير مستحبه. بالنسبه لثالث مكون اللي هو زيت الزيتون، زيت الزيتون حتى هو من اروع الزيوت، الا ما بغيتوش تعملوه ممكن ما تعملوش وتعملوه زيت واحد اخر اللي كيتواتى مع البشره ديال الوجه ديالكم، خصوصا الا عندكم بشره حساسه. الزيت اللي بغيتو ممكن تستعملوه في هذه الوصفه، ولكن انا هنا عندي جوج ديال الزيوت اللي انا كنعشقهم معززين عليا بزاف وكيعطيو مفعول غزال بزاف، اللي هما زيت جوز الهند كما سبق لي وذكرت، وزيت الزيتون.
دونك هادشي اللي كاين على بركه الله. غادي نمشيو لطريقه التحضير وطريقه الاستعمال بعد ما تعرفنا على مكونات الوصفه اللي فيها الكركم او الخرقوم البلدي، وايضا زيت جوز الهند او زيت الكوكو، وايضا زيت الزيتون. هاد ثلاثه ديال المكونات رائعين جدا في التبييض، وكيخليو لينا اشراقه وحيويه ولمعان للبشره والجسم بصفه عامه. دونك هنا غادي ناخذ زيت جوز الهند، غادي نخلط الكل، عاد من بعد نضيف زيت الزيتون. غادي نزيد نضيف زيت جوز الهند، بعد ما تصبح لينا الوصفه بهذا الشكل هذا وبهذا القوام هذا، غادي نطبقوها على الوجه ديالنا. واخا سائله ممكن تعملوها بالفرشات او باليدين ديالكم، غير هو حاولوا تعملوا طبقات باش تشد لكم الوصفه مزيان، خصوصا الا كانت جاريه تعملوها بفرشات مخصصه لوضع الوصفات الطبيعيه على الوجه او باليدين ديالكم. من وراها خليوا الوصفه حتى تنشف مزيان وتكرم على البشرة الوجه ديالكم، عاد غسلوا الوجه ديالكم اما بالصابون اما بالماء والغسول اللي كتعملوه للبشرة الوجه ديالكم على حسب النوعية ديالها، واش بشرة جافة دهنية حساسة او بشرة عادية ايضا. ومن وراها غادي تحصلوا على بشرة فيها اشراقة، فيها حيوية، وممطون فيها ريحة زوينة. ممكن ترتبوا البشرة الوجه ديالكم من وراء هاد الوصفة هادي، اما بزيوت اما بكريمات اما بفازلين اللي كيكون مخصص للبشرة باش ترتبوا به البشرة الوجه ديالكم، خصوصا اللي عندكم بشرة حساسة. المهم هو كلمة الترطيب، ضروري ما نرطبو الوجه ديالنا خصوصا في هاد الفترة ديال الصيف، فكيزيد ينشف سواء عندنا بشرة دهنية ولا بشرة جافة. فضروري ثم ضروري أننا نرطبو الوجه ديالنا باش ما كان كريم سواء كان رخيص سواء كان غالي، غير المهم تكون النوعية ديالو مليحة للبشرة ديال الوجه ديالنا وكيتواتى معنا، هذا أهم شيء. أو بزيوت مثلا زيت جوز الهند أو زيت الخيار أو زيت الطماطم أو زيت البرتقال أو زيت عصير الحامض، او هناك زيوت يعني كثيره تبارك الله متعدده. دائما الوشوى كيبقى لكم، ابدعوا كما تشاؤون، الحاجه اللي تواتى معكم هي اللي تعملوا، الحاجه اللي ما تواتاش معكم هي اللي ما تعملوش دائما وابدا كما كنقول لكم في الفيديوهات ديالي. وبالنسبه لهذه الوصفه الناس اللي غادي يسولوني عليها اكيد، فممكن تستعملوها جوج المرات في الاسبوع حتى لثلاثه المرات في الاسبوع، على حسب واش عندكم البقع الداكنه كثار، واش عندكم المناطق يعني الداكنه او ميمطون يعني واش حتى هما كثارين ولا قلالين. فالمهم هو اننا دائما نداوموا على الوصفات الطبيعيه، لانه لما داومناش عليهم ما يمكنش تكون ديك النتيجه الفوريه وديك النتيجه اللي غادي تبغيو انتم يعني فيت فيت كما كنقولوا حنا دغيا بالزربه. فضروري ما نداوموا
على الوصفات مرارا وتكرارا باش نحصلوا على النتائج اللي بغينا. وهذه الوصفه كما قلت لكم ممكن تستعملوها مرتين الى ثلاثه مرات في الاسبوع، فهي كافيه طيله الاسبوع باش تحصلوا ان شاء الله على ديك البشره كما قلت لكم اللي فيها اشراقه فيها حيويه غتبين لكم البشره. الا شات لكم شويه ديال الوصفه يعني ديال القوام ديال الوصفه، فممكن تستعملوه القدمين واليدين ديالكم يعني ما تضيعوش كم صح حتى هما يبيضوا اكيد الا كانوا فيهم بعض البقع الداكنه. دونك هادشي اللي كاين بخصوص هاد الوصفه. شكرا لكم على حسن المتابعه ديالكم، ما تنساوناش بدعواتكم لايك لهاد الفيديو، تشتركوا في القناه، ضغطوا على زر الجرس، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. وانا نقول لكم بدوري نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد عن قريب. خليت لكم الراحه والهنا، والسلام عليكم حتى الفيديو الجديد.